في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء يقول مولانا عز من قائل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطايا ربنا كثيرة، كل من أراد شيئا وقصد المولى أعطاه وأعطاه فكفاه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. العطاء أحيانا يبقى معجزات، العطاء أحيانا يبقى معجزات دي تناسب مقام النبوة والرسل، أعلى حاجة معجزات. في عطاء أقل، عطاء الكرامة، وهذه تناسب مقام الأولياء. في عطاء أقل بيبقى في صور آيات، ولكن ده على قسمين: في آية كرامة تكون للمؤمنين، وفي آية إهانة تكون للعاصين الفاسدين المشركين، وكل ده موجود. وما كان عطاء ربك محظورا، ليس له حصر. الطريق واضح، المطلوب منك تقول يا رب بس تقولها وانت قلبك عمران، لأن ربنا ينادي: عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي. طب أنا مين عشان نبقى من أحباب الله؟ وانت مين يعني؟ إذن يعني ربنا عشان يحبنا ما هيكلفناش حاجات كتير، ما ندفعوش ضرائب في مسألة الحب ده، ولا هتطلع المحفظة ولا تسحب السجدة ولا تصرف ولا تمضي على شيء، لا 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 لا. عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي. يا الأمر سهل لدرجة دي؟ أيوة يا أخي الأمر سهل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مرضيش حتى يقول قل إني قريب، لا 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 لا، أنا عايزك توقف على الباب تقول يا رب أقول لك لبيك. عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي، ولذ بجنابي أسقيك من لذيذ شرابي. يدي له لذيذ الشراب متوافر عند الله، بمجرد أنك أنت تطلب يرويك. أيوة يا أخي كن فيكون. أنت ليه مستصعب المسائل؟ ده إحنا مليانين غشم، إحنا تايهين يا أخوانا والله. كان في حد يمكن محمد بن شفيق أحد التابعين الكبار كان يقول حاجة عجيبة جدا، كان يقول: نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. طب مين يعصي مين؟ طب مين يأمر مين؟ طب مين الأدنى ومن الأعلى؟ طب مين الأضعف ومن الأقوى؟ طب مين الأقل ومن الأكبر والأجل؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. وانت جربه يا رب، لو ناداك عبدك المؤمن وقال يا رب، قال أقول له يا موسى لبيك، شو مؤمن أقول لبيك، ينادي عليه أقول نعم، قال فإن ناداك عبدك العاصي قال أقول له لبيك لبيك، فرحان بي راجع، فإن قالها عبدك المشرك قال أقول له يا موسى لبيك لبيك لبيك. لأن الإنسان أعز مخلوق عند الله. يا أخوانا مشكلتنا أن احنا ما عارفينش قيمتنا عند ربنا. أنت أعز مخلوق، ربنا سخر لك الكون ده كله، ضمن لك الأرزاق، من أجلك أنزل الكتب، من أجلك أرسل الرسل، من أجلك أقام سوق الجهاد، من أجلك أعد لك الجنات. طب إيه اللي قصر فيه ربنا معنا؟ قصر شبدا، ده احنا وحشي خالص، احنا عميانين خالص. يا موسى نعم يا رب، سلني ملح طعامك. يا هو ربنا مسك جزازة الملح وهيرشل الملح بتاعك؟ لا، أنا هنحل اللقمة في بقك مشان عملية رزق،
ما المرة في البيت تعمل فول وتحط سمنة وتحط البهارات وتاكل اللقمة، مش هو الفول اللي تشتريه من برا؟ طب ومن الحلاق الرزق عشان يرزق؟ انت تجيب عجينة او تجيب الفول وبيتوه وبلوه ويهرسوه وحط الخضرة وحط البهارات وزيت درجة أولى غير اللي برا بتاع الدكاكين بتاع المازوت، والطعمية في خشمك تلت. ومن دكاية طالعة كده حدا سبور خالص، هو انهي الأنظر ده قدام عينيك مصنوع على ايديك؟ لا، ربنا حلاها دي عشان هو صاحب عيال. لذلك سيدنا موسى زمان ماشي فمعه درس طخ عليه بدأ يصيح، وقال يا رب يا رب درسي موتني الألم شد يا رب. قال سر إلى الأمام يا موسى ستجد شجرة خذ منها 5 ورقات اغسلهن وامضغهن بين أسنانك وحركهن بلسانك إلى ناحية الضرس الذي أزعجك وأقلقك. طلع يجري سيدنا موسى لقي شجرة، راح منقى 5 ورقات غسلهم قاعد يمضغهم وراح محولهم بلسانه للشقة للدرس اللي فيه الألم، فسكن الألم، سكن الألم في الحال. يبقى الرشدة دات فيها تسكين الألم، لكن من الذي وقعها؟ الله. بعدها بشهرين 3 سيدنا موسى الناحية الثانية الدرس طخ عليه، طلع يجري على الشجرة قطع 5 ورقات غسلهم مدغهم حولهم على الناحية اللي فيها الألم، الألم زاد واشتد وزاد واشتد. قال يا رب يا رب المرة الأولى مجرد ما حولت ووصلت المضغة لغيت الدرس سكن، الدرد الألم بيزيد أكتر وأكتر. قال نعم يا موسى، المرة الأولى أنت قصدتني أنا، أما المرة الثانية فأنت قصدت الشجرة، فما تملك الشجرة مع رب الشجرة. هو مين المعافي؟ مين الشافي؟ احنا مع الناس ثقة. يبقى عامل حادثة الناس تتلم قدام الغرفة بتاعت العمليات ولا العناية، يطلع الدكتور مكشر، ودايما الدكاترة مكشرين ما فيش فلوس، لكن في العيادة عايز يرقصك، يا مرحب يا مرحب، ملك للملك، ما عطيه انت صارف على طول. ها الدراهم مراهم، الدراهم مراهم، طالع مكشر. لا يا دكتور والله الموضوع شديد خالص. طمنا طيب الله يرضى عليك. والله ما عارف نقول ايه. طب باللي ريقنا حرام عليك. والله من الاخر ايوه احنا عملنا اللي علينا ايوه، والباقي على الله. يبقى هيموت. يعني انت ثقتك في الدكتور اكتر من ثقتك في الله. احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، عند مرماها لله يبقى هيموت. تولد اليأس، مش ده جاهل بينا؟ يبقى احنا عميان. يا موسى سلني ملح طعامك، يا موسى سلني علف شاتك، علف شاتك. لو انت معك بقرة معك جاموسة معك حمارة هبيت بالجوع وتعسر الحصول على العلف ولا الخضار. يا رب انت اعلى واعلم، انا ما قصرتش بس هي ظروف حكمت. البهيمة ده بقيت جعانة وانت اعلم، اشبعها يا رب من عندك. هي اشبعها يا رب سنستشعر الشبع، كل حاجة من عند الله. مش هو اللي ضحكنا؟ مش هو البكانة؟ هي كده يا اخوان. يا موسى سلني حتى شراك نعلك. شراك نعلي يعني هو ربنا هيشتغل لي انا اسكافي ولا ملاخ؟ لا، الشراك النعل السقف بتاع الحذاء، سقف الحذاء. لو الشرك منك انت قول يا رب ربنا هيك المكب واحد من الله خيطه، هو هينزل لك ملك يا. ها هتروح البيت تلاقوا اخوك ده بجزمه هيلبس 43 طلعت 44، حلال عليك يا ابو والده اعطاها ليك. سني حتى شراك نعلك. انت خلي ثقتك في الله يا اخي. زمان فيه راجل للاسف هو اجنبي لا دين له، في الصحراء ومعه عربي من الجب تراك القديم، قدامه شويه رمله وهو ماشي العربيه راحت مقلوبه، در نفسه منها وطلع سليم.
صحراء جرداء. طب أنا هنعمل إيه؟ المغرب خلاص والعربية نقدرش يسيبها، ودي عايزة حدوتة عشان تترفع. ما فيش حد قاعد يندب حظه ويبكي على سوء مصير. ربنا في اللحظة دي واحد من الجالية العربية، واحد مسلم، واحد شيخ، واحد مستر بوش، مر بظروفه ايه؟ العربية وقعت والعملية مشية خالص ومعرفش نتصرف كده. ده موضوع بسيط بصدق يا خينا. قال لي بس انت ارفع وشك لفوق كده وقول يا رب. قال لي هالكلام ما قديش مصلحة. قال لي يا رب هنزل لي باراشوت ولا ابعت لي رافعة وخمس ست انفار يا راجل روح. ما هو الراجل ما عنداش اليقين بتاعنا احنا ولا العقيدة. ده راجل مسلم افتكر مسلم. قال لي اقول يا رب. قال لي روح بستك بقى. مشي دوكا. قال طب ايه المانع؟ ما نقولوه احنا ندفع حاجة نجربوه. ما راجل قال لي قول ايه المشكلة؟ ما نبص للسماء ونقول يا رب. على تردد، على غير يقين، بغير عقيدة، ونظر إلى السماء وقال يا رب تدخل أنت. لحظات وتمر عربة فوقها رافعة، رح مشاور لهم، رح محاودين عليه. العربية قال لخلع أنت، والرفعة رح ترفع على العربية ورح راكب. وهو سايق بيقول يا ربي أنا لم أحسب أن الخدمة عندك سريعة إلى هذه الدرجة. واحد من الصحفيين عرف القصة، طلع يجري على الراجل، إيه اللي حصل معك؟ قال له حصل واحد اثنين ثلاثة. طب الرجل اللي مر بيك تعرفه؟ قال له لا مش شفتش في حياتي. طب ما فيش أي وصلوا للراجل. أنت يا رجل أنت بعد ما مرت بالرجل ده وقلت له أنظر إلى السماء وقل يا رب، هل اتصلت بسيارة فوقها رافعة لتنقذ الرجل؟ قال وأنا نعرف منين؟ أنا قلت له أقول يا رب ومرضيش وأنا مشيت وانتهى الموضوع. كانت هذه علامة تهز إحدى الدول في أوروبا بأن الله هو الصانع وأن الله هو المنقذ. فإذا كان أهل الكفر وقفوا أمام آيات الله البينات، طب ما احنا عندنا القرآن. مش عندنا القرآن؟ مش عندنا السنة؟ مش عندنا الكشف؟ مش عندنا الولاية؟ مش عندنا النبوة؟ مش عندنا الرسالة؟ اللي نقصنا احنا ليه عشقنا الخلود الى الارض؟ الواد في اليابان يفكك كل التليفون، يعملوا له الشاشه ثلاث اربع مفكات، اقلب اعدل. واحنا يكرمنا ربنا بس تبدا الاجازه استنى اسبوع بالكثير، وواحد يجيب بيه برطمان بلي لعيالنا ونقعد نحفر في الارض والنهار كله نكت عينيه فين؟ في التراب. الدليل بتوسخ، الصابون غالي، عم عاطيناش فكرة يفكر ولا حتى ينظر إلى الأفق، ولا راح يحفظ قرآن في الأجازة، ولا أخذ مجموعة تقوية، ولا يدور على كتب السنة الجاية وراجعها مع أمه ولا أخته المتعلمة في البيت. ويوم التليك المرب نعاد ويكون عندهم زرعة ويأخذ البهيمة ويروح هناك ويروح نطلع له كطين من الفحال من المسرب من القناية، ويجيب عودة بوص ويعمل لها تقلتين وشوكة وما أكثر الشوك، وتلف وقول له هات اللي فاتك يا بابور. ده بابور ده يجيب منين اللي فاته؟ أمها تضحك على نفسه. يا أمة ضحكت من جهلها الأمة. فيه أمة في الدنيا تنوم عيالها تقول له نام نجيب لك جز حمام حتى الحمام غلي. هيقول له زمان كان ثلاث فرادي صح؟ أنا ما حضرش الثلاث فرادي. أي كان الثلاث فرادي بس فيهم واحدة نايمة يعني يا الله هذه أمتنا البلهاء. السياحة لما كانت تيجي زمان كانت تيجي بواخر، فكانوا مخيطين عندنا عايزين يحادثوا أوروبا، عايزين ينقلوا درجات الموضة، فيطلعوا لما يعرفوا فيه موعد للباخرة في سياحة جاية يجروا يروحوا المينا يستقبلوا الوفود اللي جاية، يشوفوهم لابسين البنطلونات والجينز ومش الجينز، يشوفوا البنات لابسة اللبس بتاعها ويطلوا عشان يقلدوه. لكنه تقليد أعمى. نعم في مرة واحدة لي من تركيا ركب الباخرة لابسة كتافي في الستينيات كانت الموضة
جنينة تلبسها الوحدة كتافي بقيت درع حارية. طيب وهي معدية واحد يفتح شباك راح خبطها في درعها، درعها جاب دم الجلد لأنه مباشر الجلد عريان. هي حاطة إشارب راح تفك الإشارب وراح تربطاه تضمد به الجرح وتوقف به النزف. في مشكلة خلاص ربط جديد عشان هي عشان الجرح. نزلت الجماعة بص هو ست أيام نص البلد كانت لابسة كتاف ورفضة بالله. ها؟ طب شوفوا اللي حاصل. مش احنا عندنا حيوان اسمه كانجرو اللي بيشيلوه للنفاضة أول ما اكتشفوه في استراليا. فكان أحد السياح الغربيين هناك بيتجول وبيصيد وبتاع. فلقى واحد من بتوع استراليا وشاف الحيوان ده واخد ولده في صدره كده. فبيقول له الحيوان ده اسمه ايه؟ قال له كانجرو. كتب كانجرو. استمر الكانجرو كل اللي يشوف لغاية دقيقتي. في الأخر خالص واحد من العلماء المحققين غاو علم الحيوانات والمسميات قابل أستاذ في أستراليا قال له الحيوان ده أول ما تواجد في أستراليا قال له حيوان ايه؟ قال له الكانجرو. قال فين ده؟ قال له الصورة بتاعتها. قال له ده اسمي الكانجرو؟ قال له ايوه. قال له ما حصلش أنا من أستراليا. قال له ده أول واحد شافه وعمل له مجلد وقعد يوصف فيه وقال كانجرو. قال له هو سأل مين؟ قال له سأل واحد منكم. قال له تعرف كانجرو يعني ايه؟ هو سأل واحد بيقول له ايه الحيوان ده؟ قال له كانجرو أنا ما نعرفش. كانجرو يعني ما نعرفش. خدناه عن عمة فقري. ارقص ايه ده كانجرو؟ ايه ده كانجرو؟ الراجل اللي راح للدكتور ملسوع من المكوى مرتين هنا وهنا. اي يا عم انت كنت تكوي وشك؟ قال له والله انا قاعد نكوي ومشغول والتليفون ران. طب ايه اللي حصل؟ قال انا ماسك المكوى اعتبرت نفسي مسكين تلفون راح لاس. قال له دي وعرفناها طب ودي؟ قال له مرن تاني. الله يرضى عليك كفايه كده هو زنين تسحروا بيهم. حاضر نختموا بالولايه. طيب احد مشايخنا من عزبه الصفيح في الجيزه ليه طريق على اولياء الله والعارفين بيزورهم ما يفلتش ولا مولد وكان من عشاق سيدي ابراهيم الدسوقي دايما يروح. في سنة من السنوات حن للزيارة خد بعضه وراح محب صلى هناك وتروحا وبيت ليلته وقال في الصبح إن شاء الله أنا هنفطر ونتكل على الله نروح. صلى الضحى في المسجد وودع سيدنا إبراهيم السلام عليكم مولانا وخد بعضه وراح طهر ده معه يبيع فول ضلع المحفظة يشتري كم سندويتش الواد الملقطشة في المحفظة الراجل هيتلفت سندوتشات الواد راح محمل المحفظة خذ قال هو وبعد كده قال لنا اشربوا لنا كوباية شاي راح للرد بتاع الغرز هات لنا كوباية شاي يا عم الرئيس طيب يا عم حاضر اقعدوا نعمل لك كوباية شاي قالوا احنا هندوك ثمن كوباية الشاي داروا بيده ما لقيش المحفظة البطاقة الكرنيهات الفلوس ده احنا في دسوق كفر الشيخ انا ساكن في عزبة الصفيح في الجيزة طب مين يعرفني مين يسلفني مين يروحني قاعد يبكون يا اخواننا برضو ده كلام انا ماليش اعتب عليكم انتوا انا اعتب على الشيخ انا نديلك نسرق ما لقوش حد يستهتروا بيه ونشلوه غير ضيفك والله يا شيخ حتى الميه ما ضيقها عندك ونشوف توشي ثاني يا مولانا اعمل فيها اللي تعمل خلي بالك من الكلام اللي تقاه انا نيدي عندك يسرقوني ويبهدلوني حتى الاجره ما يسيبوهاش طب انا هروح ماشي على كده ندخل في حسبيص والله لا شاي شارد ولا حتى ما عندك شارد ونشوف تاني اعمل عايز تعمل وقاعد يضرب كف على كف وراح طالع على الخط عربيه مرسيدس درجه اولى بنز كمان تروح واقفه السواق يقول له يا حاج قال لي انا عن ابو الحجاج كله يا عمي ايه قال لي سيبني في غربي المحفظه غارت الفلوس راحت سيبني بحالي قلت طبعا هنسألك الطريق اللي مودي على القاهرة فين؟ يا عمي سيبني يا عمي ده سؤال كلمة ورد غضب انت يا ولد عمي ايه الوضع يا عمي سيبني في اللي انا فيه قال لي يا عمي طب قول لي ما نعرف شو خلاص قال لي عايز انت قال لي عايز الطريق راح القاهرة ليه انت راح القاهرة قال لي ايوه قال لي ابقى انا نوريك الطريق راح اركب معاه جت من عند ربنا دخلوا القاهرة قال لي انت رايح وين بالضبط قال لي رايح الجيزة
قال له انا رايح الجيزه نوديك الجيزه. رايح وين انت؟ قال له انا في شارع في عزبه الصفيح عايزين نعدي منه. قال له حلو يلا بينا. راح فايت راح موصله لغايه البيت. قال له بس انا وصلت بسلامه الله وانت طريقك واسع. راح نازل هنقول لك على حاجه. قال له تفضل يا حاج. قال له تنزل حليت المشكله كبيره الله يسهل لك الامور الله يبارك لك في عيالك. انزل اشرب فنجان قهوه عندنا. راح بصص للسوق وقال له يا راجل انت ما رضيتش تشرب عندنا ميه عايز تسقين عندك قهوه؟ السلام عليكم. بص هو لا ليق العربيه ولا ليق السواق. هذه كرامه لسيدي ابراهيم الدسوقي. هذه كرامه لسيدي هم اولياء الله. ان الله خبأ رضاه في طاعته وخبأ سخطه في معصيته وخبأ اولياءه في خلقه. اوعى تستهتر بحد. بياع صاحب حرفه مش عارف ايه بتاع مالكش صالح بحد دع الملك للمالك. انت قول له ادعي لي ما تشككش فيه ما تقولش ابقى خدنا على جناحك. يا ما انت هتفر انت الثاني يعني حتى عمري ما شفتك دخلت الجامع يعني انت حتى دربيتك مقطعه يو ده انت مقطوع من شجره يو ده انت السماء وطال انت مالك يا اخ ده ممكن ابقى صاحب سر ممكن ليه طريق الى الله. لا 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 كل في مكانه ليبقى الهدهد هدهدا وليبقى سليمان هو النبي سليمان. المسرب اللي هتستهتر به هيغرقك. هنختم القصة بتاع الترمس ونمشي. والدكتور يا مولانا لا احنا مش ناس كتير يا مولانا الدكتور يا مولانا بالله لو سمحت يا مولانا ما تخليه من الترمس. ايوه بعد يا رب يعني احنا عندي وسيرة الترمس وكل واحد ياخد شويه ونروح. الدكتور يا مولانا حاضر راجل من الناس الغلابة زي حالاتنا هيبيع شوية ترمس. الناس الفقراء دول عندهم الحلال والحرام ياكل لهم تبع على جبين. سبحان الله يعرف ربنا تماما. يا اخواننا بيشجعه وقفت النهار كله ما يشكيش منها اخر الليل يروح ياكل اللقمه الموجوده بنفس الشهيه ما دي بركه الرزق وينام نوم عميق يقوم رايق الخلايا مرتاحه نفسيته حلوه اعصابه هاديه خد بالك انت. انما دكايا اللي والد وفي فمه ملعقه من ذهب عشت مرار السفره قدامه فوقها ما لذ وطاب يمد يد على طبق الحلو حاسب محظورات عشان السكر يمد يد على الملح حاسب عشان الضغط محظورات حاسب عشان جرثومه المعده حاسب عشان النقرس حاسب. طب ما قدامه كل حاجه لكن لا 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 مش عيش. يجي نام يا عين عايزنا كم برشام ان مخدر مخدر والمنوم منوم والحياه بقت صعبه فدي مش عيش. لكن دكايل ما عندها شيء مرتاحه معاه الامور زي الفل ياكل ويشرب ويضرب البصله يكسرها ويشرب ميه من القله ويتكرع وصدرك ده وحتى والدي الغني تلاقيه اسمه ناشف محصب فقري كل ما يكح قروبيه ياخذ بوزن علاج كل ما تحصل حاجه يضرب على قمم الدكاتره يعمل لي اشاعه ده عنده فرفش ضحك هات يوم ده صبعه من تحت خلص ده قصير اي كلام تقول الدكاتره اي كلام اي كلام. عندنا واحد بلدياتنا احنا رد من الناس الحلوه يعني عنده شويه ربو في صدره فراح يكشف عند الدكتور. الدكتور قال انت نفسك تعبان خالص يا حاج انت بتنام ازاي في الليل؟ قال لي انام على الدكه. قال لي بيتك كم دور؟ قال لي دور واحد والله. قال لي طب انا عايز الليله دي مع العلاج تنام على الدكه بس تفتح الشبابيك وتفتح الباب عشان الهواء يدخل واخر الليل بيبقى فيه اكسجين كده ايه طازه ونقي هتلاقي نفسك في الصبح قايم نفسك مرتاح وتجيلي في الصبح عشان نطمن. فتح رد الشبابيك والدنيا كلها في الصبح خد بعضيه طلع يجري على الدكتور. اه دكتور قال له بسم الله ما شاء الله عليك رايق. قال له خالص. ايه نفسك مرتاح؟ قال له طبعا. نفسك مرتاح يعني؟ قال له طبعا نفسي مرتاح. قال لي يعني الكرشه اللي كانت في صدرك دي راحت؟ قال لي الكرشه راحت والتلفزيون راح والكنبه راحت والثلاجه راحت